يعني في مشاكل كثيرة هاني واضطرابات ممكن تصير في أظافرنا، يعني تكون مؤشر إنه خلينا نقول إنه جسمنا أو داخل جسمنا يعني بيصير في تغيرات. فعلاً. طبعاً في شكل أو في نسيج الأظافر اللي زي ما يقولوها يعني، فطبعاً هذه إحنا يمكن كبنات تقلقنا، بس إيش أسبابها إيش ظروفها هذا اللي حنعرف. أوكي، راح تكون معنا دكتور كلير القاعي اختصاصية أمراض جلدية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا. حياك الله. في البداية دكتورة، أبرز التغييرات اللي ممكن نلاحظها على الأظافر اللي ممكن يعني تنبئنا عن بعض الإشكاليات الصحية اللي ممكن نعاني منها. هلا أول لو نحكي بس كلمتين على تركيب الظفر، عندنا ثلاثة أقسام رئيسية للظفر اللي هي رحم الظفر، سريرة، والصفيحة اللي نحن منشوفها ظاهرة. الاضطرابات اللي منشوفها أكثر شيء ممكن نشوف جفاف الأظافر، خشونتها، ظهور خطوط عرضانية أو طولانية على الظفر، تغير بلون الظفر، ممكن لون أبيض أو لون أصفر زيتي أو لون بني أو أسود، بالإضافة لتغير شكل الصفيحة الظفرية بظهور تنقطات فيها أو تقعر أو ما شابه. حتى رقتها إنها تصير رقيقة كتير، هذه ممكن كمان تصير رقيقة. طبعاً ممكن يكون، بس رقيقة غالباً ما تعتبر حالة مرضية قد السماكة أو الخشونة أو فرط التقرن اللي بيكون فيها. نعم. هذه دلالة على الفيتامينات إنها ممكن تكون نازلة. لا بالحقيقة أكثر شيء ممكن يبين نقصه على الأظافر بشكل واضح هو نقص الحديد. في عنا حالة كتير معروفة هي تقعر الأظافر، بيصير شكل الأظافر مثل شكل الملعقة. فبتتقعر بشكل واضح بيكون، وبيكون طبعا هذا بكل الأظافر معمم ليس بظفر واحد، بيكون ناتج عن نقص الحديد. أما الخشونة اللي منشوفها أو الجفاف فبتكون ناتجة عن إما أسباب رضية ميكانيكية أو أسباب كيميائية، أو بتكون بسبب أمراض، ممكن تكون أمراض جلدية أو أمراض جهازية مزمنة أو حالات تانية. إيش أكثر الأمراض شيوعا؟ الحقيقة خشونة الأظافر وسماكتها أكثر مسبب لألم نشوفه، بتترافق بنسبة 50% هي الصدف. يعني أمراض الصدف، أمراض الحزاز، أمراض الإكزيما، الحالات المزمنة بتترافق بنسبة كتير عالية مع إصابة بالأظافر. هاي بالنسبة كأمراض جلدية. أما الأمراض الجهازية ممكن أمراض عامة مثل الذئبة الحمامية أو شيء تترافق بنفس ال إذا بدنا ندخل بالأمراض، في عنا حالة كتير مهمة اللي هي تطبل الأظافر. أحيانا منشوف إنه الظفر أو نهايات الأصابع شكلها منتفخ مثل الطبل أو دائري، وبيكون معمم بكامل الأظافر. هاي حالة بتدل على إصابة مزمنة بالرئتين مثلا. ممكن نحن نبحث عن شيء شوي أعمق. وفي حالات ممكن للأسف تكون مترافقة بكانسر اللي هي سرطانات الرئة، هاي في حال ترافقها مع الأمراض العامة. طيب دكتور، أحيانا الأظافر تكون هشة متقشرة، هل هذا يدل على شيء؟ وإلى أي مدى أنه ما نخلط بين مثلا الغسيل أو تعرض الأظافر للماء أو بعض مساحيق التنظيف ممكن أيضا يأثر عليها؟ طبعا نحن حكينا أول شيء السبب الرضي والسبب الكيميائي. فالسبب الرضي هو من أشياء الأسباب اللي بتؤدي لجفاف وتقشر الأظافر، مثل مثلا لما من التنظيف وطلاء الأظافر، ارتياد الصالونات بشكل كتير قوي بيؤدي لحدوث جفاف وتكسر بالأظافر 100% أكيد، والطلاء، بالإضافة لعادة قدم الأظافر بتؤدي لتشوه كتير بمنظر الصفيحة الظفرية. إيش يعني خلينا نقول من هم المرضى اللي يحتاجوا فعلاً لازم ينتبهوا على أظافرهم؟ طبعاً الحالات هي حالات تغير لون الظفر، بيضاد الظفر ممكن يكون سببه إنتانات فطرية مثلاً أو جرثومية، هي حالات لابد من علاجها لأنه رح تنتشر. لما منحس في عنا تغير بلون الظفر، لون بني، عم تطلع على ضفيرك. لا احنا من كتر ما نستضيف مرات كده نتوهم انه نشوف نفسنا شيك ايش بيصير معانا. الحالات العاديه هي الرد الميكانيكي، وهي هي شغلات بسيطه، بمجرد نحن ما شلنا السبب الاظافر رح تتحسن مع الفيتامينات مع المطريات. لكن الحالات المرضيه هي تغيرات اللون، اللون الابيض اللي بيدل على الفطور، في عنا اللون يدل على شنو؟ الفطور، الإصابة الفطرية بالأظافر اللي هي لازم تتعالج وإلا رح تنتشر. في عنا اللون البني اللي بيميل للأسود، ممكن يكون بسيط ناتج عن وحمة، ممكن يكون يدل على سرطان جلدي هو الميلانوما، بترافق مع تشوه. هاي من الحالات اللي لازم استشارة ومراجعة الطبيب لحتى ما نكون في حالة نحن ما منتبهين عليها هي موجودة. فهي من الحالات اللي كتير مهمة، ومثل ما حكينا اللي هي انتفاخ وتطبل نهايات الأصابع والأظافر، لأنه بدر على آثار قوية مزمنة ممكن تكون خطيرة. الله عليك دكتورة كلير. طيب نبغى ناخذ نصايح عشان نتفادى كل هذه الأشياء، إذا أنا سليمة ما في أي مرض يعني إيش ممكن أعمل؟
مجرد انه مراجعه الصالون يكون باعتدال نوعا ما، عدم يعني مره بالشهر او بالشهرين بكفي. انا عارف ناس يعملوا ثلاث مرات. نو هذا كثير غلط، لانه فعلا هذا يعتبر تاثير رضي، اكيد رح ياثر على بنيه الظفر. هاي الحالات الرضيه العاديه لما بنشوف اي احمرار او اي تورم بما حول الظفر او تغير باللون لازم مراجعه الطبيب. جميل جميل رائع. شكرا لك دكتورة كلير، يعطيك العافية. الله يعافيك. إن شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمة بإذن الله. من جد دائما رائع. كل الشكر لك دكتورة كلير القاعية. الله يعطيك العافية. نروح فاصل. فاصل أطالع ظاهر في فيلم أتذكر قديم، عرفت كان في واحد يعني معجب يعني أو اللي عالق في باله من 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 واحدة ضوافرها. ضوافرها ضوافرها بس شفت ضوافرها. في كثير من الناس أنا ألاحظهم إنه من ضمن ملاحظاتهم لما يقابلون شخص لأول مرة يشوفون أظافره. أظافرها أيوة صح، هي لأنه مو شخص امرأة يعني. أيوة لا النظافة، لأنه هي مرات النظافة من اليد تبين أكيد طبعا. عشان كده بقول لك في ناس يروحوا ثلاثة مرات يعمل بديكير ومنكير. نروح فاصل لو سمحت. فاصل.